يعني انا عايز اقعد في استقرار، اقعد في هدوء الشهر ونص دول الراجل يشتغل بصوره كويسه، وانا بقول لك نادي الزمالك هيظهر بصوره تانية خالص، لان الراجل يعني يا خالد مش هيعمل كل حاجه في وقت قصير او في وقت قليل، لازم ياخد وقته في تمركزات اللعيبه، لازم ياخد وقته في تحفيظ واجبات اكتر من كده، فدي عايزه وقت مش من خلال وبعد كده المباريات. كمان انت لما بيكون عندك سكواد قوي قوي يفرق برضه مع اي مدير طبعا. فني، وهو يعني ما هو فيريرا برضه مش ساحر يعني. وهو على فكره خالد برضه بالسكواد اللي موجود معاه دلوقتي ده يقدر يعمل منه منتخب.